وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. إذاعة طنجة، إذاعة الأصوات، مذكرات، رحلة الذكريات في مشوار حياة الفنان المبدع حمادي عمور. وشو الفن إلا ما كانش معانس؟ أنا واحد المرة في حديث قلت لهم لولا الملامة نطلب منهم يكتبوا على الضريح ديال قبري هذا قبره من ضيع في الأوهام عمره. الفن وهم كبير، الفن وهم كبير، ولكن يخسر يخسر يخسر. ما استطعناش نأديو الرسالة كما ذكرنا النهار الأول، عانينا وغادي نموتو حنا كنعانيو. تنسيق محمد عنيبة، توقيع خالد شطيبان. مستمعي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة من برنامجكم مذكرات. في هذه السلسلة سنستكشف مسار فنان مبدع أغنى الساحة الفنية المغربية بعطاءات متميزة لأكثر من 60 عاما. ننفرد معه بحديث حميمي يكشف عن جوانب خفية من شخصية ومسار فنان أمتع المغاربة بأكثر من 500 عمل فني. إنه الإذاعي والممثل المبدع حمادي عمور. حمادي عمور يعد من أعمدة الفن المغربي، اشتغل بالتمثيل والتأليف المسرحي والإذاعي والتلفزي. اختار أثير إذاعة طنجة ليفصح عن خبايا حياته المهنية والشخصية ويكشف عن معلومات تذاع لأول مرة. يحكي عن أسرته، عن طفولته، عن شقاوته ومغامراته وولعه بالسينما والتمثيل، وعن نضاله الوطني ضد الاستعمار، وكذلك أيضا عن معاناته المهنية والشخصية. مستمعي الأعزاء مرحبا بكم، ودامت لكم متعة الإنصات صحبة حمادي عمور. إذا قلت لك شنو هو العمل الذي تعتز به وتفتخر به كثيرا، يعني إنجاز، يعني بصم، يعني المسار ديالك؟ لو كان هذا السؤال لقيت عليا هذه 30 سنة نقدر نجاوبك عليه. أما الآن أنت سألتني على بناتي، بنات أفكاري، وأنا أحيا مع أحفادي. التقييم عملي وما هو جيد وما هو الذي يجب أن أعتز به هو اللي عندك وعند كل واحد من الجمهور ديالي. جمهوري كاين اللي كان عجبه في هذا العمل وما عجبتوش في هذا العمل، وكاين اللي كيقول لي هذا عمل واحد كنلقاي نسمع عليه حكم 100 حكم وحكم. فأنا اللي قال عبد الله واحد المرة، قالوا له الأغاني ديالك ما كتفكر شي، تعيد فيها النظر بعد ما وصلتي لهذا الأوج والأبا. قال لهم أنا ما حد الأغنية عندي وهي ديالي، يوم ما كتخرج ماليش بها دعوة، كنعرفهاش. عمل قدمناها كل شيء راه مسجل، الله يجعل البركة. ما نقدرش نفضل هذه، يعني عمر الإنسان ما يقدر يجي ولاده يقول لك ها اللي عزيز عليا اللي ما كنحبوش. أنا عملت، يمكن أخطأت، يمكن أصبت، ولكن الحكم للجمهور والتاريخ. أنا أقفلت 80 وفي لقاء عابر هاد الأيام مع زميلي ورفيق دربي الأستاذ محمد حسن الجندي شفاه الله وأطال عمره، غير تلقائيا تلاقينا. مرحبا بكم، مشى بينا الحديث حتى صبنا راسنا كنتكلموا على ظروفنا. قال لي انت في هذا السن ومازال كتفكر تعمل؟ قلت له شوف، حسب العطاء اللي عطيت انا وانت واللي بحالنا خصنا نكون الان في الشيخوخه ديالنا كناكلو ثمار ما قدمنا. ماشي في 80 سنه كنقلبوا على ما نعملوا باش نعيشوا، هذه السبه. واللي كيتحمل مسؤوليتها راه عارف راسو، ولكن ماشي هذا هو الغايه. هذا باش قلت لك في اول الحديث، لو كان يمكن نكتب على قبري قبر من ضيع في الاوهام عمره. مشيت في الوهم وعطيتك جوج النماذج ديال الجنرال بالحاج وديال السفير المغربي رحمهم الله السي التازي، خرجوا من الميدان حقه. حنا بقينا في الميدان حتى لدرجه واحد النهار على سبيل المداعبه مع وزير ما في شي ريسبسيون كنا كنضحكوا، قلت له من نهار اللي بديت الميدان الفني لو كان عمل جريمه ودخلت للحبس كان انا مدير السجون المغربيه. اي ميدان هو كفاح.
والمحارب ما عمرو كيتخلى والا غتسجل عليه الفشل. لكن كان واحد الاستثناء في مسيرة حياتي هو أنه الفن ما عطاش، ماشي ما عطاش، ما سلكناش طرق باش يعطينا، بقينا محافظين على المثالية ولكن ما استغليناش الفن من أجلنا. ويا من في الفرصة جات وكنا نتازوها، ولكن كنا كنفضلوا نمشيو في الطريق الأخرى. بما أن الفن هو ما كيعطيش، ما كيعطيش إلا البعض، وهذاك البعض راه ماشي داك شي دي اللي عطاه كله يستحقه، راه فيه حق الآخرين، وهادشي مشاهدنا ومعروف في الميدان. واحد الوقت فكرت نعزل واعتزلت فعلا، ومشيت بطرق كثيرة حققت واحد الغاية، أنني دخلت الميدان تجارة بعد ما كان مشنوع عليا أنني تاجر وأنا ما كنتش تاجر، وليت تاجر وعملت تجارة الذهب. في أي سنة تقريبا هادو؟ في 66 حتى 74 دخلت المجال الذهب، وفعلا جاء الوقت اللي الماندا ديالي اللي كنت كناخذها من الاذاعه كنت كنربح فيهم، وما كملش عام ونص حتى كنت كنملك فيلا فيها 716 متر وبنيتها وسكنت فيها بدون سلاف وبدون حتى حاجه. الحمد لله تحركت مزيان ومشيت مزيان ولا نصيت مزيان وطلعت وحجيت الحمد لله، وبنتي أحلام زوجتها وعملت هذا. ولكن في واحد الوقت دس هواجس خدمة، طلقته ما طلقني، طلقته ما طلقني، كي تتواردوا علي طلبات، كيجيوني ناس كيعاتبوني، جاب كل هادشي، الله يودي سي حمادي انت ماشي ديال هادشي هذا. ولكن واحد النهار جاني تهديد، الا ما نرجعش للميدان غادي تجيني ضريبه كثر من الفلوس اللي عندي. اضطريت بدات الهواجس خدامه، توضعت امام امر واقع، فتخليت ورجعت للميداني وبديت كان نشتغل. كل ما ربحته كناكلو البقاء لله. إلى اللقاء مع ورقة جديدة من مذكرات الفنان حمادي عمور. مذكرات، رحلة الذكريات في مشوار حياة الفنان المبدع حمادي عمور. تنسيق محمد عنيبة، توقيع خالد شطيبان.